ارتفع مؤشر السلع العالمية إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015 خلال تعاملات اليوم تزامنا مع انتعاش أسعار النفط والذهب وعدد من المعادن. ارتفع مؤشر السلع CRB بنحو 1.8% إلى قرابة 203 دولارات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها المؤشر حاجز 200 دولار منذ عام 2015. وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 2014 تزامنا مع ارتفاع المؤشر، حيث تخطى خام برنت القياسي حاجز 74 دولارا للبرميل، وذلك مع تراجع المخزونات الأمريكية ودعم السعودية لارتفاع الأسعار. وخلال هذه الفترة صعد سعر العقود الأجلة لبرنت في تسليم يونيو بنحو 8% إلى 74 دولارا للبرميل.